السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالك الله يسلمك. ممكن أسأل شيخ؟ اي تفضلي سؤالك. أدي ايش حكم تصوير بجوال الكاميرا؟ طيب. صور أطفال وأرواح. طيب. وتثبيتها على الجوال. طيب طيب. الأخت مريان أيضا سألت عن تصوير الجوال كاميرا الأطفال والأرواح وتثبيتها على الجوال كما يفعل البعض من الناس وتكون الصورة على شاشة الجوال. نعم، التصوير في ما يتعلق بآلات التصوير الحديثة الفوتوغرافية هذه مما جرى فيها الخلاف بين العلماء على قولين، فمنهم من يرى أنها تدخل فيما جاءت به النصوص من الوعيد في المصورين وفي التصوير، كحديث أبي هريرة: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة، وكحديث عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وغير ذلك من الأحاديث والنصوص التي فيها التحذير والتشديد في التصوير. هذا قول طائفة من أهل العلم أن التصوير بأي طريقة كان يدخل في النصوص التي جاء فيها التحذير والتنفير. طيب. والقول الثاني أن التصوير الفوتوغرافي ليس مما يشتمله هذه النصوص. هذه النصوص هي في الصور التي تكون محاكاة ومضاهاة لخلق الله تعالى، يكون فيها للمصور فعل في إيجاد الصورة حتى تكون مضاهاة بأن يرسم بيده أو يشكل سواء كان مما له ظل أو مما لا ظل له من التصاوير، يتدخل في رسم العين وتشكيل الأنف وتشكيل الوجه، هذا الذي جاءت النصوص بتحريمه لأنه يتضمن معنى المضاحاة. أما الصورة التي تستعمل فيها الأجهزة الفوتوغرافية التي هي حقيقة حبس وحفظ للصورة التي خلقها الله دون تدخل من الإنسان في التصوير، فهذه تماما كالمرآة. نعم، والمرآة لا أحد يقول بتحريمها، وعليه فإن التصوير على هذا القول، التصوير بالكاميرات الفوتوغرافية وبالجوالات لا يدخل في التصوير المحرم، وعليه فهو جائز. طيب. يبقى هل إذا تصور يثبت؟ إذا صور وقلنا أن الصورة هذه ليست مما يدخل في التحريم ولا يترتب على هذه الصورة مفسدة كإظهار النساء وما أشبه ذلك من المفاسد، فلا حرج في حفظه. البعض قد يشكل عليه في قضية التثبيت، قد يقيسها على قياس التعليق. لا، التعليق هو نوع تعظيم ورفع وإظهار، وهذا يختلف، هذا ليس فيه ما في الصور المعلقة من التعظيم. وإشكالية الدخول في الصلاة؟ لا حرج في ذلك. طيب. لا حرج في ذلك.